Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله معاشر المسلمين رحمكم الله ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أن يوم الجمعة سيد الأيام وعيد المسلمين وعن السلف الصالح أن الخطبة فيها مكان ركعتين فإذا صعد الخطيب المنبر وشرع في الخطبة فلا يتكلمن أحدكم فقد ورد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة أنصت إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة أنصت وفي حديث آخر ومن لغى فلا جمعة له أنصتوا واستمعوا وأطيعوا رحمكم الله أنصتوا واستمعوا وأطيعوا رحمكم الله أنصتوا واستمعوا وأطيعوا رحمكم الله